تتواجد عدسة إخبارية على بعد 500 متر من الأراضي اليمنية، وتحديدا في الشريط الحدودي شرق منطقة جازان بقطاع حرس الحدود بالعارضة. الزميل طلال مجممي ينضم إلينا من الشريط الحدودي وينقل لنا صورا حية ومباشرة للأوضاع الراهنة. أهلا بك طلال، كيف تبدو الأوضاع لديك؟ مرحبا زميلتي سارة، مساء المطر مساء الأمن والأمان لكل من يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي. نعم، كما وعدناكم تتواجد عدسة كاميرا الإخبارية بقطاع حرس الحدود بالعريضة شرق منطقة جازان. تشاهدون من خلفي جبل شداء والمشنق اليمنية، نحن في نقطة متقدمة جدا، ويقف إلى جواري قائد قطاع حرس الحدود بالعارضة المقدم عبد الله الشهراني. مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. يا مرحبا مقدم عبد الله، هلا أوضحت لنا مجمل الأوضاع على امتداد حدود مسؤولياتكم في الشريط الحدودي. الحمد لله رب العالمين. أولا الله يحييكم ونشكركم على الوصول هذا إلى هذه المواقع المتقدمة. طبعا إحنا عند قطاع العارضة، قطاع العارضة يمتاز بأنه سلسلة جبلية شاهقة فعلا مرتفعة. الحمد لله رب العالمين، الأوضاع أبشرك الحمد لله مطمئنة، الوضع طيب الحمد لله رب العالمين. رجال حرس الحدود متواجدين على قمم هذه الجبال وهذه الأودية بهمم عالية جدا بتضحية الحمد لله رب العالمين. يعني رجال ما هم مقصرين الحمد لله في أعمالهم في أشغالهم الحمد لله رب العالمين. كذلك المواطنين في القرى الحدودية يعيشون حياة عادية جدا مطمئنة ولله الحمد. صحيح مقدم عبد الله، هذا ما شاهدناه خلال جولتنا في محافظة العارضة بعد ظهر هذا اليوم مع زخات المطر. وجدنا طلاب وطالبات المدارس والمعلمين والمعلمات يخرجون من المدارس إلى بيوتهم، وجدنا المتسوقين في الأسواق، وجدنا الناس في حياتهم الطبيعية اليومية. مقدم عبد الله، ونحن نقف على هذه النقطة المتقدمة، ماذا عن المناوشات من قبل ميليشيات الحوثي ومرتزقة المخلوع؟ هل هناك مناوشات؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا فيه بعض المناوشات لكن الحمد لله مسيطر عليها تماما، طبعا مسيطر عليها الحمد لله رب العالمين بشكل كبير جدا. نحمد الله. زميلتي سارة، بقي أن أقول أن وقبل أن نكون على الهواء مباشرة مررت مع المقدم عبد الله على العديد من النقاط والثكن والمواقع المتقدمة بعيدا عن العدسة لعدم كشف المواقع طبعا من قبلنا. وجدت همم عالية من قبل ضباط وأفراد حرس الحدود، من كان ذكر الله ذكر الله في قلبه قبل جيبه فلا خوف عليه، يتدارسون كتاب الله، يتذاكرون أحاديث رسول الله المختارة. حملني أحد الجنود حقيقة رسالة عبر عدسة الإخبارية إن سمحتم لي، وقالها شعرا وهو يودعنا بمعنويات عالية: سلام من ربا جازان يهفو إلى نجد، جعلت في ذاك نجد ويهدي للأحبة فيض شوق، بكم آل السعود يدوم مجد. أبلغت رسالته. بقي زميلتي سارة أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيى بن عطالله العتيبي على جميع ما يقدمه للإخبارية من تسهيلات لأداء مهمتها ورسالتها تجاه الإعلام والمواطنين. نعم، شكرا لك. شكرا لك زميل طلال مجممي، شكرا جزيلا لك.